ما الذي فعله أخطر مجرم في التاريخ؟ وإلى أي مدى يمكن أن يقود التعطش للمال والشهرة الشخص إلى ارتكاب أشياء رهيبة؟ وكيف يتم حبس أكثر الناس التي لا تهتم بالقانون؟ شاهد معنا هذا الفيديو وسوف تعرف كل شيء. بيدرو ألونسو. في عام 2006 ورد ذكر بيدرو ألونسو في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أخطر مجرم في التاريخ. على حسب الرجل واعترافاته، في سجله أكثر من 300 ضحية في أراضي 3 دول دفعة واحدة. ولد بيدرو ألونسو لوبيز في عام 1948 لعائلة مختلة للغاية. كان للصبي 12 أخا وأختا، لكنهم ترعرعوا على يد أمهم لوحدها. وكانت طفولة بيدرو باعترافه الخاص فظيعة عندما طردته والدته من المنزل، وسرعان ما تم أسره من قبل مجنون. بعدها أخذه زوجان أمريكيان مسنان، ثم بدأ بيدرو في حضور حفل مدرسة للأيتام. ولكن في سن 12 أصبح مرة أخرى ضحية للتنمر القاسي. أمضى بيدرو سنوات 6 تالية في حياته تسول وفي سرقة السيارات. وبعد أن بلغ سن الرشد ذهب للمجنون الذي احتجزه وهو طفل وانتقم منه بوحشية. والذي حدث بعد القتل، اعترفت المحكمة بالعلاقة السابقة بين المجرم والضحية، ونظرا للظروف وفي إطار التخفيف عنه تلقى 8 سنوات في السجن. بعد إطلاق سراحه انتقل بيدرو حيث وصل مطاردته القاسية لاحقا، وأخبر الشرطة بذلك في عام 1978. في قائمته الرهيبة كان هنالك بالفعل حوالي 100 ضحية. تم اعتقاد المجرم فقط في الإكوادور، حيث هرب أحد ضحاياه وأبلغ الشرطة. بعد أن تم القبض عليه مرة أخرى حصل على عقوبة لائقة تبلغ 16 عاما. ولكن بعد 14 عاما في السجن تم إعادة توجيه بيدرو إلى مستشفى للأمراض النفسية في كولومبيا. وفي مقابلة من زنزانته أطلق على نفسه اسم رجل القرن، وقال أنه أطلق سراحه لحسن السلوك. ومع ذلك ومن الواضح أن السلطات لم تكن تنوي إبقاء هذا المجرم الخطير طليقا. في أغسطس عام 1994 تم إطلاق سراح بيدرو من سجن الإكوادور، لكن تم القبض عليه على الفور تقريبا مرة أخرى كمهاجر غير شرعي، وتم تسليمه للسلطة الكولومبية التي تتهمه بالقتل قبل 20 عاما. تم التعرف عليه دون إسناد، وضع في جناح للأمراض النفسية بمستشفى. وفي عام 1998 وجد أنه سليم وأطلق سراحه بكفالة قدرها $50 وفقا لشروط معينة. اختبأ لاحقا، وفي فيلم وثائقي صوره صحفيون بريطانيون عن حياة المجرم يذكر أن الانتربول أصدر تقريرا حول إعادة اعتقال السلطة الكولومبية فيما يتعلق بجريمة قتل جديدة في عام 2002 تفتقر إلى معلومات حول بيدرو، واعتبارا من عام 2020 موقعه غير معروف. أخطر مجرم في بريطانيا. يتعرف الكثير من الناس على تشارلز برونسون باعتباره أخطر مجرم ووحشية في بريطانيا، لكن البعض يختلف معهم ويعتقدون أن أخطر مجرم في المملكة المتحدة هو روبرت المعروف باسم آكل الدماغ، وهذا له منطقه الخاص. قصة هذا الشخص ليست سهلة على الإطلاق، فبالنسبة له هنالك العديد من الفروق الدقيقة علماء النفس ما زالوا يحاولون اكتشافها. لا يعرف الكثير عن طفولته، لكن من الواضح أنها لم تكن سعيدة. في سن 6 تم إبعاد روبرت وإخوته عن والديهم المتهمين بالإساءة لهم. الأخصائيين الاجتماعيين كانوا في الصدمة، روبرت الأهم في ذلك كله. إنه يكره الأب القاسي للعائلة بشكل خاص، وذات مرة حبس الصبي في الغرفة لمدة 6 أشهر كاملة. كان الباب مفتوحا فقط لينزلق منه طعام متواضع وماء. ومع ذلك بعد فترة من الوقت غير والد الأسرة الاستراتيجية. تم نقل روبرت مرة أخرى إلى الخدمات الاجتماعية وبدأ حياته في أسرة حاضنة. وقبل بلوغ سن الرشد قام بتغييرها أكثر من مرة أو مرتين. عندما كان مراهقا غادر روبرت ليفربول، لكن ما حدث لهم في هذه المدينة غير نفسيته إلى الأبد. لم تجلب عاصمة بريطانيا تغيرات كبيرة في حياة روبرت في شوارع لندن، فقد كان متورطا في جريمة صغيرة بالكاد تكسبه قوت يومه. بعد عدة محاولات للانتحار اضطر روبرت إلى اللجوء إلى الأطباء النفسانيين، وقضى وقتا طويلا في المستشفيات. ومع ذلك لم يساعد العلاج في أول جريمة قتل ارتكبها في عام 1974.
لقد حدث أن أظهر عامل عادي للرجل صورا يظهر فيها الأطفال، وقصة الاعتداء المصاحبة تذكر روبرت بطفولته وأصبحت محفزا للعدوان. بعد وقت قصير من الجريمة تم القبض على روبرت وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بينما كان الرجل متأكدا من أنه فعل الشيء الصحيح ويجب أن يكون المجتمع ممتنا له للتخلص من الوحوش. تم وضع روبرت في مستشفى للأمراض النفسية في فورد مور، حيث كان العديد من المجرمين المشهورين يقضون عقوبتهم. وكان هنا في عام 1977 أين ارتكب جريمة قتل أخرى. تحولت الدوافع مرة أخرى إلى كراهية شخصية للأشخاص الذين أساءوا إلى الأطفال، وكان مثل هذا المجرم هو الذي أصبح ضحكة جديدة. تم التعرف على الجريمة التي ارتكبت داخل أجدران المستشفى كعمل متعمد. وصف روبرت أوني بأنه شخص مريض عقليا كمجرم حقيقي. بعد القتل تقرر نقله إلى مؤسسة أخرى في السجن في لانفور. في السجن لم يرتاح روبرت، فقد صرح مرارا وتكرارا أنه يريد العودة إلى فورد. في إحدى الليالي في عام 1978 بعد أن ارتكب جريمتي قتل أخريين، وبعد ذلك استسلم بهدوء لحراس السجن. بعد هذه الحادثة كان روبرت يعتبر خطيرا جدا، بحيث لا يمكن الاحتفاظ به مع المجرمين الآخرين، فقد تم وضعه في زنزانة انفرادية وهو موجود حتى يومنا هذا. جي سي جيمس هو أحد أشهر المجرمين في الولايات المتحدة الذين تعاطفوا معهم، ولكن لماذا؟ الحقيقة هي أنه في الأعمال الخيرية في ذلك الوقت ظهر جي سي جيمس غالبا على أنه روبن هود الحقيقي للغرب الأمريكي. قام جيمس وشركائه بالسرقة، كانت هذه بسبب حقيقة أن جيمس كان كونفدراليا مقتنعا وأن معظم جرائمه ارتكبت انتقاما من هزائم الولايات الجنوبية في الحرب الأهلية. ومع ذلك هنالك وجهة نظر مختلفة في البلاد. يعتبر الكثيرون مآثر جي سي جيمس التي رسمها الصحفيون على أنها قطع طرق عادية. بطريقة أو بأخرى انتهت حياة جي سي في وقت مبكر عن عمر يناهز 34 عاما، حيث قتل اللص على يد شريكه على أمل الحصول من الحكومة على المكافأة الموعودة. تشارلز بونزي. المثير للدهشة أن يصبح تشارلز من أخطر المجرمين في العالم. الأسلحة ليست دائما مطلوبة، ولم يكن بحاجة لتهديدات باختلاس مبالغ طائلة بانتظام، وهو مجرم يطلق على نفسه بفخر رجل أعمال يجذب ملايين الدولارات، وذلك من مستثمريه بمساعدة خطة تبدو بسيطة. قام رجل الأعمال الجديد بتسجيل شركة في بوسطن تسمى شركة بورصة الأوراق المالية. أصدرت الشركة سندات دين تعهدت فيها بدفع كل $1000 عند إعطائهم $500 في 90 يوم. وفي ربيع عام 1920 سلم بونزي إدارة الشركة لمارتن البالغة من العمر 18 عاما، وبعد ذلك انهار الهرم. سارع المدعون بالطبع للمطالبة باستعادة الأموال، ولكن تم تجميد جميع الحسابات بالفعل، وتم إعلان إفلاس فونسي في وقت لاحق بشكل مفاجئ. ولكن بسبب الاحتيال الواسع النطاق المعترف به باعتباره ساحرا احتياليا سجن تشارلز لمدة 5 سنوات فقط.